السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العربية والعالمية، ولكن كما هي العادة بعد أهم العناوين. نقرأ من الهيئات: في هجوم مسلح مقتل ضابط كبير في الشرطة وشقيقه جنوبية كريت. في المدى: سياسيون العد والفرس اليدوي يشمل صناديق لم يعترض عليها أحد. في كتابات: تحول احتجاجات العراق لاعتصامات يضيق هامش المناورة على الحكومة. في الجزيرة نت: الحوثيون يعلنون هدنة مشروطة لوقف عملياتهم البحرية. وفي العربي الجديد: العراق التيار المدني يستعد لتظاهرة مؤيدة لاحتجاجات الجنوب. أما في القدس العربي: إيران ترفض عرض ترامب إجراء محادثات باعتباره مذلة بلا قيمة. وفي الحياة: أدلة جديدة لدى خبراء الأمم المتحدة تثبت تورط إيران بتسليح الحوثي. العباد يطوق التظاهرات في العراق، هكذا عنوان الكاتب حامد الكيلاني في مقاله في صحيفة العرب اللندنية، التي يقول فيها إن ربط المظلومية بالمحتجين إساءة لهم، يراد منها ضخ المزيد من وقود الفتن الطائفية والنفخ فيها لإيقاد أحقاد المشروع الإيراني في عقول وذاكرة المتظاهرين ولإعادة إنتاج عقلية حزب الدعوة بأمراضه المتفشية. الأحزاب السياسية في العراق مع ميليشياتها والمنتفعين منها ومن أوجه نشاطاتها ظهرت عليهم علامات فقدان الأعصاب والذعر من استمرار المظاهرات والاحتجاجات وبوادر الاعتصامات، إذ طفحت على السطح تهديدات معلنة مفجة حد إشهار نيات الاغتيال والتصفيات الجسدية ورصد داعمي الاحتجاجات في تجنيد فاضح لمهمات لم تعد تكتفي بالمتابعة والردود المشينة أو المحبطة في مواقع التواصل الاجتماعي المغلفة عادة بالطائفية، على الرغم من عدم بلوغ الاحتجاجات الشهر الأول من عمرها، إلا أن ثمارها وقطاف دروسها أبلغ وأعمق أثراً من إجراءات حكومية تستهدف إخماد جذوة الغضب وقطع الطريق على انتقال شرارة الثورة الشعبية الكبرى من مدينة لأخرى ومن قرية لأخرى ومن بيت لبيت. خوف ورعب قوى الاحتلال الإيراني و نظامه السياسي الذي هبط فجأة في المنطقة الخضراء سيئة السمعة مع عار الاحتلال الأمريكي يوجبان على المتظاهرين الانتقال إلى مرحلة متقدمة تستمد طاقة الشباب لرفض الاحتجاجات بالوعي المتجدد ومراقبة أسباب التراجع في أماكن معينة وتغذيتها بتنشيط وترصين أهدافها بأجوبة مقابلة لما تطرحه السلطة والأحزاب والميليشيات من حلول تبسيطية وهامشية في غاياتها المعروفة والمكشوفة من صعود على كتف المتظاهرين. ثورة أبناء الجنوب بصمودها ستنتزع العراق من مخالب فرق الموت وسلطتها، وما تبشير الاعترافات والاعتذارات إلا مقدمات لانهيار الأحزاب الطائفية وتفتتها والبراءة من أفعال، علاوة على ما هي عليه الآن من تخلف وجمود وتحجر وانغلاق في الرؤية للحياة. التظاهرات مستمرة في العراق، ثمن المشاركة باهظ يدفعه الشهداء بحياتهم والأحياء بمخاطرتهم بحياتهم على هامشها. تستمر تصريحات الساسة ورجال الدين المصطفين سوية في إدانتهم العنف والفساد، كأنهم ليسوا غارقين فيها حتى النخاع، كأن الضحايا يتساقطون نتيجة عنف غزا العراق من المريخ بعيدا عن رطانة الساسة والمرجعية
وحرباوية مقتدى الصدر والميليشيات. انطلقت أصوات ربما لأول مرة مؤيدة للمتظاهرين بعد أن مشى أصحابها في ظل الحائط فترة طويلة. بحسب الكاتبة هيفاء زنجنة في مقال بصحيفة القدس العربي حول التظاهرات الشعبية في العراق. يصرخ المتظاهرون من كافة الأعمار: ما نريد ماء أو كهرباء، هذه مسألة وطن، مسألة وطن، نريد الوطن. الوطن، ما هو الوطن؟ في عائد إلى حيفا يتساءل الكاتب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني عن الوطن قائلاً: يا صفية، هل تعرفين ما هو الوطن؟ الوطن هو أن لا يحدث هذا كله، مشيراً إلى عودة بطل القصة إلى شقته المحتلة في حيفا فيلتقي بابنه الذي فقده في خضم الاحتلال ليجده وقد صار جندياً في الجيش الصهيوني. الوطن إذن في حالة العراقيين هو أن لا يحدث كل هذا الامتهان لكرامتهم، وهم أهل إحدى أغنى الدول بالمنطقة. هو أن لا يستخدمه الجشعون الفاسدون ذريعة لنيل المنح والهبات والقروض، بينما يستجدي هو الحد الأدنى من ضروريات الحياة، من حقوقه، من سراق تغولوا إلى حد سرقة الضحكات. هو أن يحطم الأصفاد التي ألبسوه إياها باسم الدين تارة ومحاربة الإرهاب تارة أخرى لإجباره على القبول بالأمر الواقع. هو ألا يصغي لباعة الترويع والترهيب من المظاهرات لأنها قد تقود إلى خروق دستورية وعنف غير مشروع وشعارات تحريضية. الوطن إذن هو أن يخرج العراقي إلى الشارع لأنه ملكه، وأن يضع أصابعه بعيون كل من ساعد على اغتصاب البلاد ونهابها وخربها خراب تستر عليه إفساد الناس بالوظائف المؤقتة والوهمية، بفتات الأموال المنهوبة المعطرة لفتاوى دينية حتى استنفدت أموال الدولة، وبدأ التقشف وصراع اللصوص الكبار على الغنيمة المتضائلة، فلم يعد هناك الكثير للفتات. سمع العراقيون في خطبة الجمعة المنصرمة من المرجع الشيعي السيد السيستاني كلاما جديدا معد بعناية، حذر فيه رجال الحكم من تداعيات منتظرة فيما لو لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين. عندئذ سيكون للمشهد المماثل أو الماثل وجها آخر نندم عليه بعد فوات الأوان. وقد وضع ما يشبه خريطة طريق للمرحلة المقبلة، لخص خطوطها في التعجيل بتشكيل حكومة برئيس حازم وقوي يحقق مطالب المواطنين بصورة عاجلة ويشن حربا على الفاسدين. وإذ كان كلام سيستاني كالعادة حمال أوجه، وهي الحرفة التي يتقنها الوعاظ أكثر من غيرهم، فقد رأى فيه رجال الحكم سعيا مشكورا لبعث الحياة في العملية السياسية التي دخلت غرفة العناية المشددة وأوشكت على الموت، بحسب الكاتب عبد اللطيف السعدون في مقال بصحيفة العرب الجديد. وتكشف القراءة المتمعنة لكلام السيستاني عن محاولة محمومة لإعادة ضبط قواعد اللعبة وقواعد الاشتباك على نحو لا يسمح بإجراء أي تحول حقيقي في المشهد الماثل، وبالتالي قطع الطريق على الذين يسعون إلى التأسيس لعملية سياسية وطنية عابرة للطوائف. وفي الكلام أيضا تصميم لا يقبل الشك على ترميم تماثيل الملح وإعادة وضعها على الطاولة. قد تتحول الانتفاضة إلى طقس موسمي يخبو حينا ويظهر حينا آخر، ترفع شعار التغيير، لكن الذين حضروا إلى ساحة التحرير لم يتعدوا بضع مئات. ولفت النظر غياب ما تسمى منظمات المجتمع المدني التي يفترض أن تكون السباقة إلى التظاهر، لكنها وهي العاملة تحت عباءة أحزاب السلطة لم تشأ أن تخرج عما هو مرسوم لها. ووجد مسؤولون رسميون الفرصة عبر هذه التداعيات للإيحاء بأن الحراك آخذ بالانحسار والتلاشي، ولهذا
الإخفاق أسبابه المفهومة، حيث أن الظروف المحيطة لا تسمح بتطبيق أسلوب الصدمات. فعلى الرغم من الموقف الهش للأحزاب الإسلامية الحاكمة، إلا أنها ليست في وارد التخلي عن السلطة والقرار والمال بالسهولة التي يتصورها البعض. يضيف الكاتب: قد تتحول الانتفاضة إلى طقس موسمي يخبو حينا ويظهر حينا آخر، أو تختزل حراكها في هذه المدينة أو تلك، وهو ما يجب الانتباه إليه وتمسك بتجاوز الشعور باليأس الذي قد يدفع إلى التراجع. في تقرير عن الموازنات التي حصل عليها العراق منذ عام 2005 وحتى عام 2017، أخبرنا البنك المركزي العراقي أن هناك أخباراً مدسوسة يتداولها الإعلام عن إيرادات العراق أنها تسيء لسمعة البلاد. 7000 مليار فقط أنفقت من خزينة العراق، أين ذهبت وعلى من صرفت؟ وقالوا للكاتب علي حسين في صحيفة المدى يتحدث عن البنك المركزي وبيانه الأخير: 706 مليارات دولار أمريكي دخلت إلى خزينة البنك المركزي خلال 12 عام، خرج منها 703، أين صرفت؟ يقول البنك إنها صرفت على العراقيين. المسافة هنا بين الهزل والجد قصيرة إلى حد لا تعرف هل هذا الحديث سخرية منا نحن المواطنون العزل، أم هو بيان ثوري يحذر فيه البنك المركزي من أن يدس العراقي أنفه فيما لا يعنيه. لكن خطر لي أيضاً وأنا أقرأ البيان أن أسأل لماذا لم تنقلنا 703 مليارات دولار التي صرفت على الشعب إلى مرحلة الرفاهية الاجتماعية؟ الجواب جاهز، لأن المتظاهرين المندسين لا يريدون عراقاً قوياً، ولأن التظاهرات تسيء للإنجازات التي تحققت خلال 15 عاماً الماضية، ولأن العبادي غير حاسم ولا يطبق قانون الإعدام على شباب التظاهرات مثلما طالب الفقيه الدستوري سعد المطلبي. أما السبب الحقيقي الذي لا يريد البنك المركزي الاعتراف به فهو بسيط جداً ويعرفه الجميع، لأن ممارسة سرقة المال العام أصبحت أمراً طبيعياً. كم هي بسيطة هموم العراقيين أن يعرفوا مثلاً لماذا قال المالكي في تموز من عام 2012 إن العراق دخل مرحلة الازدهار وهو يدشن أكبر ميزانية في تاريخه. هل تعرفون كم بلغت الميزانية آنذاك؟ 102 مليار دولار مثل ما أخبرنا البنك المركزي. ماذا حدث بعد ذلك؟ منذ سنوات ومعظم المسؤولين والساسة يعلنون بصوت واحد: لا مكان للفاسدين. قال العبادي أمس إنه سيقدم قوائم بالمسؤولين الفاسدين، علينا أن نعيد نبش الذاكرة من جديد. هذا الكلام سمعناه أيضا، قاله العبادي وكرره ويريده اليوم أن يجعل منه نشيدا وطنيا بعد خراب البصرة. إنما نشاهده اليوم هذه الأيام من تظاهرات واسعة في جنوب العراق ما هو إلا احتجاج شعبي ثوري انطلق من مدينة البصرة وامتد إلى مدن الناصرية والعمارة والسماوة ثم النجف، كربلاء، بغداد، وهي بهذا الوصف يمكن عدها انتفاضة شعبية ضد نظام حاكم في المنطقة الخضراء، كونها غير محددة أو محددة لمطالب مهنية ضيقة بل بمطالب شعبية تخص كل الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب. هذا بحسب الكاتب أدهم إبراهيم في مقال بصحيفة الزمان العراقية أو الزمان العراقي. إن هذه الانتفاضة الجديدة تختلف عن سابقاتها بعدة معايير، لعل أهمها إدراكهم بأن الأحزاب الإسلامية هي أساس الفساد والبلاء وحرمان أبناء الشعب من فرص العمل من خلال استئثارها بالسلطة والثروة وحرمان الشعب، كل الشعب، منها ومن الخدمات الأساسية. ولذلك نرى المنتفضين قد أحرقوا مقرات الأحزاب الحاكمة في المدن المنتفضة، كما أن المنتفضين قد شككوا في كل وعود رئيس الوزراء بمنحهم مبالغ كبيرة لتوفير الخدمات كذبا ورياء، ولا أحد يسأل أين كانت هذه التريليونات التي وعد بصرفها ومتى سيقوم بصرفها ولمصلحة من.
الذين لا عهد لهم ولا إنصاف لهم تجاه شعبهم الذي يدعون انتماءهم له زوراً وبهتاناً، إضافة إلى أن المتظاهرين قد رفضوا وساطة المعممين وشيوخ العشائر، وهم أساساً كانوا قد رفضوا كل الادعاءات الطائفية المخدرة التي كان المسؤولون يسوقونها لتخدير الشعب بالدين، وهو براء منهم ومن أعمالهم المنافية لكل مبادئ العدالة والإنصاف والشرف. إننا نعلم أن هذه الانتفاضة لا يمكن وصفها بالثورة، رغم أنها تعتبر من مقدماتها، حيث تنقصها القيادة والتنظيم، وأن الأيام القادمة ستشهد تطورات نوعية من الاحتجاجات الشعبية حتى تتبلور إلى أفكار رصينة وتنظيم وقيادة واعية. يضيف الكاتب أن السياسيين القابعين في المنطقة الخضراء لم يدركوا بعد حجم الغضب الشعبي تجاههم، وهم بهذا المسلك لا يختلفون عن كل حكام السوء في التاريخ ولا يتخذون منهم عبرة، حيث أن نسبة مقاطعة الانتخابات العالية تدل بما لا يقبل الشك رفض الشارع العراقي لما يسمى بالعملية السياسية المحتضنة من أمريكا وإيران. كلتا الدولتين لا تريدان للعراق النهوض من جديد ليعود قوة فاعلة في المنطقة. أنقرة وواشنطن، هل تغيرت قواعد اللعبة؟ سؤال يطرحه الكاتب سعيد الحاج في مقال بموقع عربي 21. مبدئيا ينبغي الإشارة إلى أن التقييمات التي ذهبت إلى استشراف القطيعة والمواجهة بين الطرفين فيها مبالغة كبيرة، لا تعكس واقع العلاقات في الفترة الأخيرة ولا الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات. ما زالت أنقرة غير قادرة على ولا راغبة في الانفكاك تماماً عن حلفائها الغربيين والاتجاه شرقاً بالمعنى الدقيق للكلمة، تأثراً باحتياجاتها العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها معهم. صحيح أن الأزمات بين الطرفين عديدة ومركبة ومتفاقمة، حيث تطالب أنقرة واشنطن بتسليم جولان ووقف دعم الفصائل الكردية المسلحة في سوريا، في حين تطالبها الأخيرة بوقف مسار التقدم التقارب والتعاون لا سيما عسكريا مع موسكو، إلى جانب ملفات خلافية أخرى. إلا أن ذلك لا يعني بحال أن الطرفين على شفا مواجهة أو على أبواب قطيعة، فالمصالح المشتركة بين البلدين أكبر بكثير من أن يتمكن أي منهما من تجاوزها بسهولة. ذلك أنه إضافة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، فالعلاقات السياسية والأمنية والعسكرية قائمة وراسخة ومتنامية منذ عشرات السنين، وبنيت عليها مصالح ومؤسسات وأدوار وتأثيرات ومسارات لا يمكن النكوص عنها بجرة قلم. أنقرة تبدو مصرة على السير في طريق التوازن قدر الإمكان الذي رسمته لنفسها والذي أفادها حتى الآن كما أسلفنا. لا تريد العودة للاحتكار الغربي لبوصلة سياستها الخارجية، كما أنها تدرك أيضا خطورة التقارب الشديد مع موسكو. حقق النجم المصري محمد صلاح أمنية أحد الأطفال السوريين خلال المعسكر التحضيري لنادي ليفربول في الولايات المتحدة الأمريكية. ذكر نادي ليفربول أن صلاح حقق أمنية طفل سوري يبلغ من العمر 16 عاما يدعى عمار الحلبي، هذا قميصه في ليفربول. وأوضح نادي أن الطفل السوري يحارب بشجاعة مرض ضمور العضلات، وكانت له فرصة للقاء صلاح والتقاط عدد من الصور التذكارية معه. نشر الموقع عن الطفل السوري قوله: الجميع يحبون محمد صلاح وأريد أن أكون مثله، إنه شخص عظيم. إلى الكاريكاتير.
هذا ما كان في جعبتنا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم غدا في صدى أقلام جديد. دمتم في أمان الله ورعايته.